حنفي في التراويح. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ حنفي باشا رجاء، ممنوع منعا باتا تروح المسجد بالشراب اللي كنت لابسه طول النهار، اتعمى تراب بعدين مسحت عليه والمية والتراب والهواء عملوا حياة كاملة، الشراب بتاعك دبت فيه الروح، في ناس غلابة بتصلي في الصف اللي وراك ممكن تحصل إغماءات وكده. في اختراع اسمه مزيل عرق ويدعى في بلاد الفرنجة ديودرنت، بينادوه في بعض العائلات معطر جو، ياريت تستخدمه عشان تسعد الناس وتداري كده يعني. الصنادل والشباشب اللي بتركن على باب المسجد خلطبيطة وتكعبل رايح واللي جاي، وفي الاخر تتخنقوا على الشباشب اللي شبه بعض وانتم مروحين، رصوها بنظام كل شبشب جنب اخوه عشان الزحمة، ولو مفيش مكان ممكن الصندل يركن صف تاني، ممكن حد من الشباب يعني يتطوع وينظم المرور كده. اللبس اللي حضرتك قاعد بيه طول النهار تريننج المخطط، ونمت بيه وصحيت بيه واكلت ابنك حمادة بيه والشوربة وقعت عليه وبقعته، ما ينفعش تروح بيه المسجد لان يعني ريحته طبيخ وعرق. البس احسن لبس عندك وانت رايح المسجد. لو مدام فوزية أبدعت في الفطار النهاردة وفي قنابل أو متفجرات في المحشي ممكن يمسكوك على إنك إرهابي، خلي بالك. لو الكوارع كانت ممتازة والخل والتم والفتة كانوا حكاية، بلاش تنزل أو أجلهم بعد الترويح رفقا ورحمة بالمصلين. انزل بدري، مش لازم تتأخر على بال ما برنامج المسابقات يخلص أو ميسي يجيب جون والإمام يكون بدأ الركعة الأولى ودخل في الصورة اللي بعدها وتجري في الشارع عشان تلحقه بما يركع. رمضان مش بيجي كل يوم، ولو مستني مزز اليونان بتوع المدرجات ريح نفسك، اليونان هتخرج. الشباب الصاعد بلاش البنطلون الهابط، بلاش تلبس التيشيرت اللي عليه صورة مادونا وانت رايح تصلي التراويح. اكيد لازم تركن العربية، لازم. هتوديها فين يعني؟ لازم تركن العربية وتلحق الصلاة، بس بلاش في وسط الشارع، الناس هتدي عليك، ممكن حماتك تتعب والاسعاف يجي ويكونوا عاوزين يعدوا من الشارع ده تحديدا لانقاذ حياتها بعد ما ضربت صينيه الكنافه لوحدها والسكر عليك. بعد ما تصلي وحضرتك واقف منتظر المدام، مش لازم تبين لها انك قلقان عليها قوي، بتدور بقى في وشوش كل الستات اللي خارجين من مصلى النساء وقال ايه يعني بعرفك من العبايه اللي انت لابساها يا فوزيه، ومن شوقك ليها بتبص عشان بس تعرف هي مين، واضحه جدا بالعبايه المشجره ام كسر والشبس البرتقاني، يعني بلاش تبحلق وتبص قوي وتدور عليها، هي هتلاقيك بتعرفك من كرشك بتراقبك على فكره. ابنك اللي واخده معاك تعلمه الصلاه وهو لسه لا يعقل، دخله الحمام قبل الصلاه عشان ما يجيش في وسط الصلاه ويقول لك عاوز اروح الحمام، الناس تضحك وتروح طالع من صلاتك وتجري بيه، طبطب عليه وفهمه لو عمل دوشه وحد بص لك كده زغر لك وقال لك سكته، بلاش تديله بالبنيه وتنزل فيه ضرب، وخليه بطل يزغزغ الناس في رجليها وهي ساجده، وممكن لو حد قال لك حاجه يعني ابتسم وخلاص وعدينا في رمضان. الراحه اللي بين الركعات الامام بيقول نصيحه قصيره كده، لو شفت الاستاذ كمال اللي ساكن في الشارع اللي وراكم مفيش داعي تنط من فوق رقبه اللي قاعدين وتاخده بالحضن وتساله عن سوسن، هي خلاص اتجوزت وهتولد والف مبروك، واقعد اسمع الامام. اعمل الموبايل سايلنت او طفيه خالص واكتمه، ما تطلعوش تلعب بيه جيمز بين الركعات ولا تبعت رسائل لحد، وبلاش رنه نانسي عجرم في المسجد ولا بشرة خير. الناس صحيح في التراويح وفطروا، بس في ناس ممكن تفطر عليك تاني. يلا نشوفكم على خير بكره ان شاء الله.